رح تابع معكم بتعليقاتكم على الفيسبوك. فيروز عم بتقول انه هي عملت امتحان واخذت رخصه سواقه بس ما بتحب تسوق لانه بتخاف تدهس حدا لانه ما رح تسامح حالها، ما بتسوق بالخالص لانه خايفانه من هذا الموضوع. فيروز وشكرا كثير على الكومبليمان الحلو. كمان هانم عم بتصبحنا وعم بتقول انه هي عملت فحص سواقه بس ما قدرت تمشي بقلب البلد الا من بعد ما دربت حالها بشكل كثير منيح مع مدرب سواقه خاص. برافو عليك يا هانم. جورج كمان عم بيصبحنا بالخير. ودادو قال هي ما عملت امتحان، كانت تعرف تسوق وجيبوا لها دفتر على البيت. عم نسمع اشياء كثير عجيبه يعني وعم تعترفوا انتم بلسانكم. انيسه عم بتقول انه عم مبسوطه بالطبخه اللي عم بحضرها شيف شادي، انه الفريكاسيه رح تكون طيبه. رح ننتقل بعد شوي لنشوف كمان هو وين صار. وايلين عم بتقول بخصوص السواقه اخذت الشهاده وبجداره مع انه السنه اللي قدمت فيها كانت مرقه باصعب ايام حياتها بس برغم هيك اخذتها. برافو عليك يا ايلين. رح ننتقل لعند الشيف شادي ونتابع اطباقه لليوم. احبائي صباح الخير. صار ساعة عم زمر لك. ليه عم زمر؟ انا قلب هيك زمر عجقة سير. عجقة سير. لشو الازعاج بالاستوديو؟ انا بدي زمر والله العظيم. اذا واحد هيك بده يزمر ما بي كيف لا يعني؟ بده يزمر شو عندك حجة لتزمر؟ عندي اربع سيارات واقفين قدامي والضوء احمر. وشو ذنبي انا تطوش لي راسي بالزمر؟ اوكي وصلنا لعندكم معنا سبعة دقايق هلا سريعين جدا. خلوني اشرح هلا شوي صغيري هيك عن بعض الاشياء يلي حضرها الشيف شادي وتقلكم بس بسرعه لانه الاشياء اللي حضرتها انا اشياء كثير هينه، مثلا العجينه اللي حضرناها تنعمل فيها او نحشيها من التون من البيض بعدين من البطاطا مقليه، وهيدي الوصفه اذا فينا كمان نبرم عليها او نفتش عليها او نسال عنها كمان اصدقائنا بتونس الفريكاسيه على الطريقه التونسيه. شو عملت انا العجينه؟ العجينه حطينا اربع اكواب من الطحين، هالاربع اكواب من الطحين بدهم ملعقه كبيره من الخميره، ملعقه كبيره من الخميره حطيناها بالمي او بكبايه مي فتره، يعني اربع اكواب جينا حطيناهم من الطحين، كبايه مي فتره في بقلبها ملعقه من الخميره، اوكي مشان تاخذ كمان الخميره مجدة شوي صغيره او مشان كمان العجينه تخمر عندي بسرعه، جينا عجناهم مع شوي صغيره من الملح وضفناهم اكيد من المي، يعني حسب نوع الطحين ممكن نوصل لاثنين كوب من المي. لكن بنرجع بنعيد 2 كوب من المي ماكسيموم مع شوي صغيره من الملح، ملعقه كبيره من الخميره، اربع اكواب من الطحين، وبيصير عندنا نحن هون عجينه، هالعجينه بس تخمر اول مره بنرجع بنجي بنقرصها للمره الثانيه، بنقرصها وبتخمر للمره الثانيه، يعني بتخمر مرتين، برجع بعيد. جينا عملنا العجينه، خمرت العجينه، بعد ما خمرت جينا عملناها بولات، طلعوا كيف؟ ومن بعد ما عملناهم بولات خليناهم كمان بهالصينيه مدهونه شوي صغيره بالزيت لمده حوالي الساعه وصاروا هلا جاهزين من بعد ما خمروا للمره الثانيه. الفرن على حراره 180 درجه والشيف شادي بيحطهم بالفرن. يعني عم بعمل بول من الخبز. حلوين سريعين من دون اي مشكله من دون اي اضافات، طحين وخميره ومي وملح وشغله ولا اسهل من هيك. طيب هون عندي كمان حطيت من البصل من الكوسه ومن البندوره، يعني بصل وكوسه وبندوره عم حضر حالي او عم حضر لهم بعد شوي صغيره من البطاطا، هلا كمان رح شيل البطاطا، تيصير عندي مجموعه من الخضار، فيهم يكونوا اي نوع من الخضار اللي بتحبون غير اللي انا حطيتهم، رح نعملهم بشاميل بعدين وندلقها كمان عليهم بشاميل بالبيض، رح نعمل مورني، اوكي؟ نحط عليهم ونحطهم بالفرن، بيطلع عنا خضره كمان بالفرن. الاشخاص يلي كمان صايمين عن اللحمه بهالشهر كمان او بهالشهر المجيد. اوكي طلعوا هون شو عندي انا هلا عم بقلي من البطاطا لانه مجبور انا اذا بدي اعمل صينيه بطاطا يا شيف شادي اذا البطاطا بدي اخليهم هيك كبار وفوتهم على الفرن وفي بندوره وبصل والكوسه بيستووا بسرعه فما ما راح يستووا معي البطاطا مقطعين لمكعبات، فاللي بدي اعمله هو اللي انا عملته هلا قليتهم فينا نقول 60 70% وصاروا عندي جاهزين تضيفهم بعد شوي على صينية الخضرة. سمعتوني قبل بشوي كمان عم بحكي عن موضوع الفريكاسيه التونسي يلي بقلبه في بطاطا مقلية. نصيحة للجميع بس بدنا نقلي بطاطا مقلية نقليها مرتين، يعني نجي نحن نعملها دوبل كويسون، يعني نقليها أول شيء نص قلية وقبل ما يجهز عنا أو تجهز المائدة أو يتفضلوا لعنا الضيوف
نقليهم اخر قلي بيطلعوا بقرقشه حلوين بعقده، لانه بهالطريقه بنقدر نحافظ على حراره الزيت دائما مرتفعه. اذا انا هلا بدي احط بقلب الزيت هالبطاطا، البطاطا شو بده يصير فيها؟ بتشرب كثير زيت لانه بده ينزل او بتنزل حراره الزيت. شو بعمل انا؟ صحيح بده يشرب زيت بس ما بخليهم للاخر، بشيلهم انا قبل بوقت. طلعوا هلا اول شيء خلوني احط البطاطا المقطعه عادي، بس ينقليهم نص قليه نص قليه بشيلهم بصفيهم مثل ما عملت هلا او مثل ما انا عم بعمل بالبطاطا التانيين. طلعوا كمان هون لقوا شو حلوين، هودي كمان انا قليتهم نص قليه، وهون كمان رح اقليهم نص قليه، وراح تشوفوا بعدين على الساعه 12:24 بس ارجع لعندكم نرجع كلهم بنحطهم بيكون جانا قوينا حراره الزيت مزبوط، دلقناهم بقلبهم بيطلعوا بقرقشوا كل وحده لوحدها واقفه بطريقه بتعقد بتجنن. لكن التحضيرات ماشية لصينية الخضرة، وعندنا كمان البطاطا المقلية كمان ماشية مشان كمان الفريكاسيه التونسي، وعندنا العجينة كمان بالفرن انوجدت انحطت انعملت اتقرصت خمرت وهلا عم تنطبخ او عم كمان عم تتحمر. خلينا نقول انتقل هلا تحضر الصلصة او الصلصة الحارة، اوكي، مشان ندهن فيها الخبزة تبع الفريكاسيه التونسي. طنجرة بسرعه يا شيف، شادي شغله كمان كثير هينه اللي راح اعمله، او الكثير منكم بيقولوا لي يا شيف شادي شو هي الشطه الحاره او مربى الحار. بس نقول مربى الحار، مربى الحار هو عباره عن معجون من الحار، يعني الحار نحن اليوم حكينا عنه فينا نسلقه للحار، الحار الاحمر، ونجي بعدين نجي نخلطه اذا بدنا مع بندوره او مع معجون طماطم اذا بدنا، ونطحنه ناعم ناعم بيصير عندنا معجون حار. وكمان ممكن يكون كمان معجون الحار مخلوط مع الزنجبيل، ومره كمان حكينا عن هذا الموضوع كمان لما جبنا كمان المرطبين الزنجبيل او الكاري بيست مع الحار، وكمان جبنا كمان مره جبنا الجينجر كمان بيست، يعني كاري بيست وجينجر بيست. هون عندنا فينا نقول الحار بيست او عندنا هالسبايسي مربى مثل ما بدكم سموها. خلوني هلا هون نشيل شوي صغيره منهم، طلعوا كمان هيك، هيدي ملعقه وهيدي كمان، واو الحر كثير حر، هيدي ملعقتين صاروا. وراح ناخذ كمان نجي نحط هلا عم نعمل الصلصه مشان تنقول مشان الفريكاسيه، عندنا كمان هون ملعقتين او ملعقه، يعني ملعقتين كبار من الشطه الحاره او مربى الحر، مع ملعقه كبيره من معجون الطماطم، بنحط لهم حوالي هيك ملعقتين، طلعوا كيف، من الزيت، وبنضيف لهم كوب واحد من المي، مي عادية. بنحرك، طلعوا كيف، وهيدي هي هلا هون الصلصة، بنزيد لها إذا بدنا هلا بعدين شوي صغيرة من الملح إذا بحاجة لملح، وبنحطها مشان تغلي، أوكي؟ شو هي هيدي؟ هيدي بعد شوي صغيرة هلا بس تغلي، بصير عندي مثل مربى، مثل معجون، مثل بس شو؟ مش قوي كثير، يعني صار عندنا هالصلصة الحلوة، هالصلصة الحلوة اللي صارت عندنا أو رح تصير عندنا بعد شوي، اللي هي رح ندهنها من بعد ما نبردها ندهن فيها ساندويش الخبز اللي عملناه ونحشيهم بقلبهم من البيض المسلوق، الطون، الزيتون الأسود، هيدا كله بقلبها من جوا. يلا هون يا شيف شادي هلا تنبلش نشيل، طلعوا عندي البطاطا بعد لا، ها شفتوا كيف هلا؟ خلينا نشوفهم شوي صغيرة البطاطا هلا هون، طلع إذا أنا شلتهم وتركتهم هلا بيتركهم أنا بالزيت، لأنه كمان الزيت عندي نزلت حرارته، أنا بالبيت ما عندي الفريتوز الكهربائية اللي بتوصل ل 350 درجة مثل كمان نحن الشيفية بقلب المطاعم دغري بنحط البطاطا طق طق دغري. هون عندنا حرارة البيت أو الزيت بالبيت ما بيوصل لهالحرارة الكبيرة، سو هاي الطريقة هي طريقة كتير حلوة نشتغل فيها، اوكي، مشان البطاطا المقلية أو البطاطا المكعبات أو أي نوع من البطاطا. طيب أنا بدي أشرح قبل ما هلا كمان نرجع لعند غيدا على الصينية اللي عملناها قبل، عملنا صينية تنتروقها هلا بلش ناكلها بعد شوي، لكل الأذواق عملنا من الركة مع كمان هالأفوكا مع البارميزون، عملنا الخس كمان مع الزيتون والبندورة، عملنا جبنة الموتساريلا المحشية بالسبانخ، يعني هيدي كمان شي نهار بدنا نخصص لها حلقه كثير حلوه، كيف فينا نعمل كريب بالموتساريلا، البيض المقلي، وعندنا كمان السبانخ الحلوين. رح يكون عندي بعدين كمان سلاد رح نستعمل فيها الافوكا،
رح نستعمل فيها كمان الفجل، رح نستعمل فيها كمان الايسبرغ، ورح نعمل لها كمان خلطه بتعقد بتجنن. وهلا كثير عم يسالوني يا شيف شادي ليه عم تدخلنا البيض بالبشاميل؟ مش قصة عم دخل او عم غير وصفة البشاميل، بس كمان هيدي وصفة موجودة بالعالم اليوم، شيف شادي عم يوصلكم اياها كمان بطريقة حلوة، انه فينا نستعمل يلي بده ويلي ما بده في ما يستعمل البيض. وراح نشوف بعدين ناخذ كمان رأي غيدة بهيدا الموضوع. غيدة رح نرجع لعندك. شكرا شيف، اكيد بعدين رح نرجع نتابع معك المحطة المفصلة، انما هلا رح نتوقف للحظات قليلة ومن بعدها روى بتكون معنا على صحة السلامة، خليكن معنا. We'll be right back.